أخبار اليوم. تعالى النهارده هنبتدي مرحله التامين في المرحله الثانيه انتخابات في المدرسه التوفيقيه الثانويه بنين. ان شاء الله تعالى نازلين عشان نامن المواطنين في الادلاء باصواتهم في الانتخابات في المرحله الثانيه. احنا مهمتنا هي تامين المواطنين علشان يدلوا باصواتهم بكل حريه وكل حرية في أماكن الانتخابات. احنا عندنا أربع لجان انتخابات موجودة عندنا. إن شاء الله تعالى هنبتدي التأمين من باكر. هنبتدي النهاردة إن شاء الله تعالى نحط الناس في أماكنها. وعايزين كل مكانه. خلي باله مكانه كويس جدا. نساعد أي حد عايز يتساعد معانا. إن شاء الله تعالى رجالة بالتوفيق. وأتمنى نجيب كل خير بإذن الله. عايز نكون واقفين مع المواطنين المصريين الشرفاء ولا ننحاز لأي واحد أو أي مرشح موجود في الدائرة. نازلين فقط علشان نؤمن ونأمن المواطنين. تمام يا رجالة؟ تمام يا فندم. مجموعة صف، مجموعة انتبه. خلاص يا رجالة.